أول ظهور لإيمان بطمة مع حبيبها الجديد بعد الانفصال. عايشين الحياة. ارتباط إيمان بطمة يشعل منصات التواصل. أحدثت الشقيقة الصغرى للفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتباطها من جديد بعد فتح خطوبتها، وأثارت إيمان بطمة شكوك متابعيها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات بخصوص ارتباطها عقب نشر صورة يدها بجانب يد رجل آخر، وهذه هي صورة حبيبها الجديد. واستبعد بعض نشطاء منصة انستغرام خبر ارتباط إيمان بطمة، لا سيما أنه لم تمر سوى أسابيع عن فسخ خطوبتها من حبيبها السابق أيوب حمي. وكانت إيمان بطمة خرجت في مقطع فيديو تطالب من خلاله بالتوقف عن تداول حياتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.